المغرب واكاد اجزم وانا ما لا انتمي للسلطات العموميه ولست ممثلا لها، ولكن باعتباري حقوقيا وفاعل سياسي وكذلك رجل قانون اقول انه اكاد اجزم بالمطلق انه دخل اي مطعم في رمضان ايا كانت فتاه او رجل واخذ بغى ياكل يجي شي واحد يحاسبه او انه تقتاده السلطات العموميه. هذا غير ممكن بتاتا الا اذا كان بحال هذه المساله اللي دارت. انا متفق، ما تهضرش انا علاش البيكنيك ديال 2009 كان هضر لك تقول لي البيكنيك وكذا ودير لي البيكنيك بعدا كان رمزي الا انت مساله دير لي واحد داك المساله رمزي كان رمزي كان رمزي الباز وما تقول الباز غير ما غير ما هوزمون كو دوبي 2009 درنا البيكنيك حيت دوبي 2009 كلشي دابا ولا كيهضر على انت الا جاك الجوع ولا ولا كيما قلت ورمضان اللي فات خرجوا الناس للشارع محمد الخامس باش داروا مسيره ضد هذا الفصل. لا لا راه كدبنا بكلشي كنهضرنا هذه المساله باش نتخرجوا على المساله ديال الفصل. كنهضروا الفصل كيتحدث على المجاهره كيهضر على المسلمين والمسلمات كيهضر المسلمين والمسلمات وانا ماشي مسلمه. علاش الا كنت مع دي زامي في الريستورون ما يبغيش ان يسربوني ولا جاو البوليس ما بغاش يستر هذا الريستورون لا ما كاينش هذه المساله ديال الريستورون لا ما كاينش يجي يقول لك مسلمات غلطات غير صحيحه. طيب كيف بقات كنعيشوها كل نهار؟ لا لا غير صحيحه غير صحيحه وكتجي وكيعني بالنسبه لك ابتسام انت كيجي السلطات وكيدخلوا القهاوي اتسيتيرا. لا لا غير صحيحه حتى واحد حتى واحد ما كاينش حتى واحد ما كانش الكريم بسبب هذا الفاسيسم. واش جاوبني تا واحد ما كيمشي للحبس بسبب هذا انا ما عنديش الناس كنعاونوهم خدمتنا كاع يعيطوا لينا لا غير صحيح ما كاينش لا غير صحيح سي مور غادي نشوفوا حتى حنا تنتابعوا الا اذا كانت المجاهره خليوا الكلمه الاستاذ نعمان ما تكلمش. تفضل الاستاذ اللي عندك شي تعليق بهذا الخ ما اللي سمعكم يصحابي حنا عايشين مع تفشي هاد الدوله واو ديمقراطيه. Subscribe now and never watch boring news again.